عبر المقابلة الإلكترونية، تبين لنا أنه فعلا مريضة نفسيا، يعني ماشي كيتحايلوا عليها وماشي هذاك عنف حقيقي، وإنه غير كيتبادر ليها بأنه عنف، ولكن هي فعلا مريضة وأن المرض ديالها. بجمعية الاتحاد العمل النسائي يعني هاد السنة توافدت علينا مجموعة من النساء اللي كيعانيو من العنف، وبالتالي راه هذا العنف كيأثر على يعني على النفسيه ديالهم والنفسيه ديال الاطفال ديالهم وديال المحيط ديالهم. دونك يعني ملي كدير معاهم المقابلات الاكلينيكيه كنشوفوا بانهم عندهم مجموعه من الاعراض ديال الامراض النفسيه وامراض نفسيه اللي يعني خصها واحد العلاج اللي يكون طويل. مثال ديال مثلا الاكتئاب، كاين السوداويه، كيقدروا كاين حتى محاولات ديال الانتحار، كاين البورن اوت يعني الاحتراق النفسي، وهذا الشيء راه كيأثر على النفسيه ديال الاطفال، لان كنعرفوا ان الام هي الداعم الاساسي للاسره، وبالتالي ملي كتنهار الام راه كتنهار الاسره، وهذا الشيء راه كينعكس حتى على المجتمع وكيكلف واحد الكلفه نفسيه واقتصاديه واجتماعيه خطيره، لان ملي كيكون عنف كيكونوا ظواهر اخرى اللي كتكون متصله بالعنف بحال المخدرات. يعني كنشوفوا الاطفال انهم كيملوا من ديك الحياه ومن هذا، يعني كيمشيو المخدرات، كيمشيو يعني ظواهر اجتماعيه اخرى اللي ما بغيناش يعني تبقى في المجتمع. ولهذا اليوم الاتحاد العمل النسائي اليوم قدم التقرير ديالو السنوي حول العنف، وخرجنا بتوصيات منها ان يعني خصنا نقوموا بحملات تحسيسيه في الاوساط، يعني في جميع الاوساط، الوسط المدرسي والوسط الاسري، وكذلك يعني خصنا نقوموا بموائد مستديره للترافع من اجل العنف، ويعني واشياء اخرى اللي قدمناها اليوم في التقرير. وشكرا. ابرز الحالات، كاينين حالات اللي يعني وصلوا يعني بغاو الانتحار. الام اللي كتقول لك في الصباح كنفيق ما كنقدرش حتى نطيب لا لوليداتي لا حتى شي حاجه، كيهضر معايا ولدي كنغوت عليه كنعطيه التليفون غير باش يخليني مرتاحه. يعني ام اللي الزوج ديالها كيعنفها اقتصاديا، كيعنفها نفسيا، كيعنفها يعني لفظيا بجميع يعني الوسائل ديال العنف، وبالتالي هي ما بقاش قادره، ويعني كتاخذ دابا الدواء، يعني اكتئابات كتاخذ دواء، وحاولت انها تنتحر جوج المرات وهي كتحاول تنتحر. رسالة الأسر هو بصراحة العنف يعني ما غاديش، هو واحد الحائط اللي مسدود، والعنف كيولد العنف. يعني خصنا إلا الزوج عنف الأم راه أكيد كيعنف الأسرة بأكملها، وبالتالي يعني غتكون واحد الأضرار نفسية للزوج والأبناء والمحيط، يعني حتى الآباء والأجداد إلى آخره. يعني كل شيء كيعيش واحد الحالة ديال الحزن وواحد الحالة ديال التدهور النفسي، وبالتالي يعني كيف ما قلت قبيله كتكون تكلفة اجتماعية ونفسية يعني كبيرة جداً.